بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا رسائل أسرية. اليوم رسالتنا جميلة، نتكلم فيها عن الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي قد يكون بين الأبناء، بين الأسر. إحنا اليوم راح نتكلم عن الذكاء العاطفي في العلاقة الزوجية. معنا الدكتورة وداد العيسى، المستشارة الأسرية والنفسية. حياك الله دكتورة وداد. الله يحييك ويبارك فيك. معنا في رسائل أسرية. حياك الله أختي دكتورة. الله يسلمك دكتورة وداد. ودنا نتكلم عن الذكاء العاطفي في العلاقة الزوجية. طبعا إحنا ساعات نقول فلان ذكي، فلانة ذكية. ساعات لما نعتد في الذكاء، فعلا إحنا عندنا ذكاء في الرياضيات، في الهندسة، في الطب، لكن يمكن مشاهدينا يعني ما سمعوا أو خلينا نقول ما عندهم تعبير الذكاء العاطفي في الحياة الزوجية. ياريت تبينين لنا معنى الذكاء العاطفي في الحياة الزوجية. شكرا دكتورة إقبال. كثر ما الطالب الذكاء العقلي عنده مهم علشان ينجح في دراسته ويحقق مستقبله، الذكاء العاطفي جدا مهم في الحياة الزوجية. شهادتك مو مهمة، مركزك مو مهم، ما أدري شنو، ولا شيء مو مهم، ديكوراتك مو مهمة. يعني قد تحطين بيت ديكوراته من أفخم ما يمكن، قد تحطين أثاث من أفضل ما يمكن. ينقصك صفة الذكاء العاطفي، هذا كله ينسف هذا كله، ما له قيمة. ما له قيمة الذكاء العاطفي، معناته إني أنا يا زوجة أو يا زوج شيئين عندي أعبر وأقولها بالملأ يا أزواج، سواء حديثين زواج، سواء طاف عليكم 60 سنة في العلاقة الزوجية، أعبر عن مشاعري. لو تشوفين القرآن العظيم وايد آيات تكلمت عن المشاعر، وايد تكلمت. فجاءته تمشي على استحياء، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق. سبحان الله، تكلمت عن الخوف، بس عفوا ما تحضرني الآيات. هذه كلها مشاعر أختي الحبيبة، كلها مشاعر. هذا القرآن كلام الله سبحان الله المنزه العظيم، تكلم عن وتطرق إلى المشاعر الإنسانية. فإذا أعبر عن مشاعري ولا أخفيها، ولا أخفيها. غلط الآباء والأمهات اللي يعلمون عيالهم اسكت، لا تقول، ما يصير تبكي، عيب تبكي. ليش عيب؟ منو قال؟ إذا الرسول عليه السلام الحبيب القدوة بكى وحزن، الريال ما يصير يبكي، الواحد ما يصير يحزن. منو قال؟ تحكي، لا تستحي. ليش ما استحي؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان، سبحان الله. فإذا أعبر عن مشاعري، هذه نقطة أساسية. أنت متخيلة حياة زوجية، بيت فيه أفخم وأروع، وهو شهادة وهي شهادة، وما في كلمة حلوة بين الطرفين. والله عندي علاقات زوجية تأتي، يجيني زوج يقول لي دكتورة والله مش، والله يشهد على كل كلمة قاعدة أقول شيئا، أنا مو قاعدة يعني أتصنع لك، هذه مواقف حية. يجيني زوج يقول لي دكتورة أنا مشتهي، بس زوجتي تكتب لي كلمة حلوة. ويمكن الجمهور أو المستمعين يقولون إيش دعوة، لا، شيء مهم إني أنا أسمع كلام حلو من زوجي، من ولدي، من بنتي، نفس الإنسانية، حتى الخادمة. يعني أنا اليوم الطباخة، اليوم طباختي مسوية مرقة بامية حل وعجيبة، الصدقين تعمدت أروح لها المطبخ وامسح على خدها وأقول لها اليوم الأكل عجيب يهبل. بحاجة إحنا يا حبيبتي، أعبر عن مشاعري، أتحكم في انفعالي. لأن لو شنو كنت أنا وانفعالاتي تدمر الدنيا، الطرف الثاني يرفض. حتى العاملة إذا أنت عندك معاها في البيت، أنت لو شتقدمين لها وأنت عصبية عليها، انفعالية، تقولك لا، مدام أنا ودي مكتب، ودي مكتب، أنا ودي مكتب مدام، وهذه عاملة.
صح. فما بال زوج ولا فما بال زوجة، لمن يجي زوج يقول لي دكتورة زوجتي ليه انفعلت تحذف كل شيء قدامها، انت متخيلة واحدة تكون قمة الأناقة وقمة الجمال وقمة وأرقى الشهادات، يقول لي لعصبت إن شاء الله قلاص الجبن تأخذه وتحذفني فيه، اختربت كل الأنوثة، اختربت كل الجمال، كل سبحان الله اللي الله عز وجل منحها إياه. فلذلك يعني حبايبي الحديثين الزواج، حتى اللي صار لزواجنا احنا بحاجة، احنا بحاجة إلى هذه المنحة، الفطرة اللي الله عز وجل منحنا إياها، قضية المشاعر. فاصل ونواصل أعزائي المشاهدين مع الدكتورة وداد العيسى في المشاعر الأسرية. أعزائي المشاهدين بعد الفاصل نواصل مع الدكتورة وداد العيسى عن المشاعر أو العواطف اللي يحتاجها الزوج والزوجة. دكتورة وداد، إحنا لما نقول يعني الذكاء العاطفي، في وسائل ممكن نوجهها حق الشباب أو حتى اللي متزوجين من زمان، خلينا نقول في رسائل، يعني ساعات الواحد ما وده يكتب، مع أن الحين التلفونات يعني مقطية، إيه يعني لو الواحد يعني سوت حق زوجها شيء زين، ولا هو سوى يعني شيء زين حق البيت عادي، لو جايب من الجمعية خلينا نقول طلبت منه شيء، إزاك الله خير، ما قصرت، عسى عمرك طويل، يعني كلمات الواحد ترى مو عايزان إنه يقولها، بالعكس ترى إحنا أصلاً إحنا نستعمل هذه كلمة إزاك الله خير نستعملها على طول، فما بالك لما تكون هذه الكلمة للزوج أو للزوجة، مع يعني بعض النصايح اللي ودك تعطينها حق المتزوجين. أنا أقول اليوم الأزواج مو مثل يدي ويدتك ولا مثل بهاتنا، أول ما في وسائل تواصل مثل اليوم، اليوم الله من علينا، يعني أنا مو مع احترامي حق آراء أخواني وأخواتي المتخصصين والاستشاريين اللي يقولون التكنولوجيا هدامة، لا التكنولوجيا مو هدامة، طريقة استخدامنا لها هي الهدامة. نعم. ولكن هذه من يعني هذه نعمة الله من علي فيها، إني أنا في دوامي الضحى، أنا ما أقولش عاد كل ساعة كل ساعة كل ساعة، لا، بين حين وآخر أدز له عبارة حلوة، أدز له وردة حلوة، أدز له هذا الهابي فيس، أدز القلوب هذه اللي يعني ترسل أطالع مثلا فيديو، أطالع شعر وصل حلو. يعني في زوج تخيله يقول لي زوجتي صامتة، بس اكتشفت بعد فترة أنها مسوية حق رفيجتها فيديو، أنا ما عرفت ترى هذه التكنولوجيا، فيديو أقنية حلوة وقلوب حب وقرام، يعني يقول حتى أنا شكيت فيها، يقول أنا زوجها ما سويت الأشياء تسوي حق ري رفيجتها عشان رفيجتها طرش حق زوجها، فعلا يعني أنا مع الريال ريلك أبدأ. فلذلك هذا من الرسائل، التكنولوجيا بيدنا وما في شيء صعب، القضية سهلة، إن إحنا نرسل على الأقل لو رسالة حلوة تنعش العلاقة الزوجية اليومية، كل من لاهي في ضغوطة اليوم، ما شاء الله المطاعم ترس الشارع، قطعة حلوة صغيرة، قطعة كيكة أطلبها، الأمور هذه كلها يعني سبحان الله ترى الشباب يعرفون أكثر من عندنا هذه الأشياء اللي إحنا قاعدين نشوفها، وهي تغير ترى في الحياة. إحنا بحاجة أن نجدد العلاقة الزوجية، لا تقولين ليش كثر الفترة، هذا يرجع عليك أنت، هذا يعتمد عليك أنت، لأن اليوم الشباب ما شاء الله هذا الجيل وايد شاطر. نعم. هذا الجيل وايد مبدع، فما أعتقد الطوفة هذه القضية. لا مو بس مبدع، إلا يعني تبارك الرحمن كل شيء يعرفون يسوون. إيه. يعني مثل ما إحنا لما نيجي نقول الذكاء العاطفي أكو موت العواطف. إيه. قلتي عن المطاعم، روحي المطاعم اليوم وشوفي الزوج والزوجة والعيال. إيه عدل كلامك. كل واحد تلفونه بإيده. ما ادري ليش رايحين، ايش حق رايحين، اي والله اي والله، هذا يعني قتل للعواطف، قتل الحياه، وما في ذكاء، هذا اسمه غباء عاطفي. اي قتل كل العواطف اللي موجوده، يعني انت مع عيالك وزوجتك طالعين، هدوا التلفونات وابدوا سولفوا، نعيش حياتنا حلوه، لان الشيء اللي قاعد يسوونه التصوير. اي كل واحد قاعد يصور وجبته،
عشان يطرش حق الناس، يطرش يطرش حق صاحبته، وهذا يطرش حق ربعه. وإذا أنت عندك ذكاء، الذكاء العاطفي أنك أنت ما تسوي هذه الأشياء وتستمتع مع اللي حواليك. ليش؟ لأن النفس، إحنا ما ندري عن العين والنفس، يمكن اللي معاك ما عنده زوجة طيبة صح معاك. إيه إيه وهي إيه. وهي لما تفكر أن الحمد لله الله عطاك زوج، غيرك الله ما عطاك. إيه صح. إيه فهذه نعمة يعني، نتمنى أن هذا الذكاء العاطفي يكون إن شاء في الله. التقارب بين الأزواج. أعزائي المشاهدين، تابعونا في حلقة قادمة من رسائل أسرية.